اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في البصائر: الصحه العالميه تطالب العراقيين بحجر انفسهم خلال الاسبوعين القادمين. في كتابات: بعد زيارة قائد فيلق القدس السلطات العراقية تبدأ مخطط إخلاء الساحات. في العرب اللندنية: التشدد الإيراني يضعف حظوظ الزرف في تشكيل حكومة عراقية. في الزمن العراقية: الإجراءات الحكومية للحد من آثار كورونا لن تداوي جروح الفقراء. في عربي 21: 1480 وفاة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. في القدس العربية: الأطباء المسلمون على خط مواجهة الوباء في أوروبا. وفي العربي الجديد: رئيس الوزراء العراقي المكلف يتحدى معارضيه: لن أتراجع وسأقدم برنامج حكومتي السبت المقبل. الآن إلى المقالات، والبداية بمقال مفتتحه يقول فيه كاتبه: لا شك في أن الشركاء السياسيين العراقيين الشيعة والكرد والسنة مختلفون طوليا وأفقيا بخصوص تكليف الزرف، وهذه حالة لم تحصل حتى مع محمد علاوي الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة. الكتل الشيعية الرافضة للزرف هي إما قوى ميليشياوية أو داعمة للميليشيات أو متورطة بصفقات فساد إداري ومالي. هكذا يرى الكاتب جاسم الشمري في مقاله المنشور بموقع عربي 21. القوى الرافضة للزرف هي القوى القريبة جدا من إيران، ومنها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بقيادة نور المالكي وعصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعلي وحزب الفضيلة وكتلة عطاء، وهي قوى ليست سهلة ولا يمكن الاستهانة بثقلها البرلماني والعسكري وربما الشعبي. أظن أن زعماء الشيعة متخوفون من قبضة الزرف الذي يقال عنه إنه شديد ولا يجامل، ومن هنا تأتي مخاوفهم من احتمالية الدعم الأمريكي للزرف الذي يحمل الجنسية الأمريكية لتحجيم دور الميليشيات وإيران وأنصارها في العراق. وعليه أعتقد أن القوى الشيعية المؤيدة لإيران في حيرة من أمرها، وبالذات مع تبليغ واشنطن لبغداد بعدم تمديد فترة السماح لاستيراد الطاقة من طهران إلا لشهر واحد فقط، وبالتالي إن مضت بغداد مع سياسة طهران فحينها ربما سيدخل العراق في مواجهات دبلوماسية واقتصادية غير متكافئة مع الأمريكان. وعلى كل حال أرى أن حظوظ الزرف قد تراجعت، وبالذات مع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني لبغداد يوم الأربعاء الماضي، حيث عادت الكتل الشيعية وبعد الزيارة مباشرة لطرح قضية الطعن بقانونية ترشيح الزرف من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح والحديث عن مرشحين آخرين. يتابع جاسم الشمري: يبدو أن الكفة تميل إلى الطرف الرافض للزرف، لأن غالبية السياسيين بمن فيما المؤيدون له يخافون من الملاحقات القانونية. أيضا لا يمكنهم كسر إرادة الطرف الثالث الرافض للزرف، ومع ذلك أكاد أجزم، يقول الشمري، بأن سياسة التوافقات هي الحاكمة الفعلي في العراق، والتي من الممكن أن تقلب كل هذه التوقعات في لحظة توافقية في الغرف المظلمة. إلى مقال جديد منشور في العرب اللندنية، وجاء في مطلعه: حينما تتابع ما ينشره العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي من شتائم لإيران والولايات المتحدة اللتين اخترعتا لهم هذا الصداع المزمن، أو من تعليقات وأحلام وأمنيات مملوءة بالحزن الممتزج بالسخرية وفقدان الصبر، لابد أن تصيبك القشعريرة خوفا على هذا الشعب العنيد من أن يفقد صبره ويستكين لحالة اليأس والقنوط هذه. ولكن حين تتأمل ما يرتكبه السياسيون المتمسكون بمواقعهم وأملاكهم ومناصبهم ورواتبهم
والمحاصرون خلف جدران المنطقة الخضراء من موبقات سياسية ومالية وأخلاقية يرتكبونها ولا تملك سوى أن تعذر المتشائمين من أصحاب المعارك الحامية على تويتر وفيسبوك. مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية، نتابع. نقلاً عن شيطان أخرس مقيم في المنطقة الخضراء، فإن حقيقة موقف النظام الإيراني من الزرفي هي خلاف المعلن، فهو يريده أن يفوز بالرئاسة وذلك لقدرته، أو هكذا يبدو، على أن يضحك على ذقون العراقيين والإيرانيين والأمريكيين أجمعين. فهو من ناحية يعد المتظاهرين بحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفاسدين وإقامة سلطة العدل والقانون، ومن ناحية أخرى يغازل الوريث الشرعي لقاسم سليماني المدعو إسماعيل قاآني، ويلوح له بفكرة تلطيف الجو بين النظام ولي الفقيه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا في حالة الاختناق التي يمر بها كلاهما في زمن كورونا والإفلاس ونقمة الملايين. والمتوقع أن يوعز أخيرا لوكلائه هادي العامري ونور المالكي وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر بتجرع كأس السم والانحناء للعاصفة والتصويت للزرفي ولو إلى حين. والاستكمال لعبة التقية هذه، فقد كشف أحد قادة الأحزاب الشيعية الحاكمة عن اجتماعا في منزل عمار الحكيم تقرر فيه تمرير الزرفي، ولكن بطريقة ملتوية تجعل المتظاهرين الغاضبين حتى وهم معتكفون في المنازل يرضون بالحمى الزرفية خوفا من الأسوأ منها، عملا بالمثل الشعبي العراقي القائل إن الخائف من الموت يرضى بالسخونة. والحديث هذه المرة عن اثنين، أحدهما عزة الشابندر الذي وصف المعتصمين في ساحة التحرير بأنهم قرود، والآخر قاسم العرجي، وكلاهما من أصحاب السوابق. يتابع إبراهيم الزبيدي قائلا: المخيف هو أن عددا من المنظرين السياسيين المؤيدين للمعتصمين في ساحة التحرير راح يبشر ولو على استحياء بفكرة أن القبول بالزرفي أفضل من رفضه، خوفا من أن تقع الواقعة ويفرض المتآمرون عزة الشابندر أو قاسم الأعرجي رئيسا للوزراء. الآن إلى مقال ثالث منشور في صحيفة العربي الجديد، وجاء فيه: في الوقت الذي لم تجب فيه واشنطن على ثاني استفسار قدمته حكومة تصريف الأعمال العراقية برئاسة عادل عبد المهدي خلال أقل من أسبوع واحد بشأن منظومة باتريوت، يرصد مسؤولون ومراقبون عراقيون الحدث على أنه يتعدى النطاق المحلي العراقي وقد يكون مرتبطا بأي مواجهة إيرانية مع الاحتلال الصهيوني، فضلا عن إمكانية أن تدخل المنظومة في تأمين الحدود الشمالية للسعودية مع العراق لمنع سيناريو هجمات صاروخية من داخل العراق أو عبره آتية من إيران، على غرار الهجمات على منشآت أرامكو السعودية. مقال للكاتب عثمان المختار، نتابع المزيد. كشف موظف رفيع في مكتب رئيس الوزراء العراقي طلب عدم ذكر اسم للعربي الجديد أن الحكومة واجهت استفسارين عاجلين لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن دخول منظومة باتريوت إلى العراق وتفعيلها، معتبرة أن الخطوة يجب أن يتم تأطيرها باتفاق جديد ورسمي بين البلدين، كما أن استناد واشنطن إلى اتفاقية الشراكة الأمنية الموقعة بين الدولتين منذ عام 2008 في إدخال منظومة باتريوت ومعدات حديثة أخرى تدخل ضمن الرصد والاستمكان الجوي، ويجب أن يكون مقترناً بإعادة تعديل أو إضافة فقرة على نص الاتفاقية. ولفت الموظف إلى أن الإدارة الأمريكية لم تجب الحكومة بهذا الشأن، وهو أسلوب انتهجته واشنطن في الفترة الأخيرة خصوصاً بعد استقالة عبد المهدي وتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال، وتحدث عن وجود اعتقاد يرقى إلى قناعة لدى أوساط سياسية وحتى على مستوى قادة الجيش العراقي ومسؤولين في وزارة الدفاع أن المنظومة لها هدف أمريكي استراتيجي يتخطى العراق، ويربطون ذلك بأن المنظومة ستكون قادرة على إحباط أي هجوم إيراني فالستي، كما أن المنظومة ستكون قادرة على تغطية جزء كبير من الحدود العراقية السعودية. عثمان المختار ختم مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، يقول:
المنظومة قادرة على التعامل مع الصواريخ الإيرانية الباليستية بأجيالها الثلاثة المختلفة، ووجودها ضمن خط افتراضي يعتبر مراقبون أنه قد يتجاوز مهمته الرئيسة إلى ما هو أبعد في تلميح إلى أي مواجهة إيرانية مع الكيان الصهيوني أو إيرانية مع السعودية. الآن إلى القدس العربي التي جاء في افتتاحيتها. كان لافتا أن أول 5 أطباء فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا المستجد في بريطانيا هم أطباء مسلمون، كانوا في الخط الأمامي لمواجهة الوباء الذي نال منهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني لمساعدة المرضى المصابين بالفيروس. والخمسة هم البروفيسور المصري سامي شوشة، والدكتور العراقي حبيب زيدي، والطبيبان السودانيان عادل الطيار وأمجد الحوراني، والنيجيري ألفا سعادو. والأمر نفسه حصل في بقية الدول الأوروبية خاصة إيطاليا. نتابع المزيد. لا يمكن أن ينكر المرء بداية الحالة العلمية والمعرفية البائسة للدول والنخب في البلدان الإسلامية، فهذا تحصيل حاصل، غير أن الربط بين الازدهار العلمي والمعرفي بأديان عيسى وموسى وبوذا ورمي قوم محمد بالتخلف والتأخر العلمي ليس توصيفا لحال البلدان، بل ربط للدين الإسلامي الذي وردت كلمة العلم في كتابه الكريم 85 مرة، وابتدأ نزول قرآنه بكلمة اقرأ بالتخلف والتأخر العلمي، وهما أمران مختلفان. ومن المعروف أن أسباب فشل الأمم ونخبها العلمية مرتبط بأنظمتها السياسية، وهي في أغلب الدول العربية مبتلات بحكومات فاسدة وقمعية تسود شعوبها بالنار والحديد، وأن هذه الأسباب هي التي تجعل من هذه الدول وبعضها شديد الثراء والسطوة والنفوذ. ولهذه الأسباب نفسها ساهم كثيرون من الذين جاءوا من بلدان إسلامية سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين بشكل ملحوظ في المجهود العلمي والبحثي للبلدان التي هاجروا منها، من ضمنهم أسماء لعلماء مثل المغربي منصف محمد السلاوي رئيس مجلس إدارة اللقاحات في شركة جلاسكو سميث كلاين، ومثل السوري حنين مصعب. جاء أيضا في افتتاحية القدس العربي إن الاستخدام السياسي للدين والذي نجد أسوأ أشكاله في الكيان الصهيوني الذي تبنى قانون يهودية الدولة، فجعل هذا الكيان باقي السكان من الدرجة الثانية. تقول الصحيفة: وإذا كنا نجده في أشكال التطرف الجهادي المسلح لدى تنظيمات كتنظيم الدولة وكذلك في تنظيمات اليمين المسيحي والبوذي المتطرف، فإن أصله وفصله يعود إلى الاستبداد والاحتلال. إلى مقال جديد منشور في صحيفة أجنبية جاء في مطلعه: ناقشت سوزان بيغليسر في مجلة نيويوركر أن فيروس كورونا أصبح القوة العظمى في العالم، أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فمسألة فيها نظر. وقالت إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحدث يوم الثلاثاء إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أن وباء فيروس كورونا يمثل أكبر تحد للعالم منذ الحرب العالمية الثانية. في الولايات المتحدة اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاروه أن هناك إمكانية لوفاة 200,000 أمريكي، وأعلنت أكثر من 150 دولة حول العالم معظمها ليست جاهزة لمواجهة الفيروس أنها مصابة وبشكل خطير به. وتوقع غوتيريش نتيجة لذلك تعزيزا لعدم القدرة وتعزيزا للاضطرابات وتعزيزا للنزاع. ثم جاءت الأخبار المذهلة يوم الخميس، وهي أن 6,600,000 أمريكي سجلوا أنهم بدون عمل في الأسبوع الماضي، وهذا يعني أن 10 ملايين أمريكي خسروا وظائفهم، وفقط في أسبوعين من الركود الاقتصادي الذي تسبب به فيروس كورونا. وتقول الكاتبة إن المرأة عندما ينتهي من سماع الكلام المجنون والبشع وغير المتناسق والكاذب الذي يقوله ترامب كل يوم حول فيروس كورونا والأمور الأخرى، فإنه يتذكر فيضان الكلام هو غطاء للإدارة، ولم يكن هذا موجودا للرؤساء السابقين، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حيوية محلية أو اقتصادية وأمن دولي وحتى إدارة واضحة للأزمة.
وتشير مجلة نيويوركر أيضا إلى نسبة الموظفين الذين تم استبدالهم في المناصب العليا بالبيت الأبيض، وقالت إنها تصل النسبة إلى 83% حسب متابعة معهد بروكينجز، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة لإدارات رونالد ريغان وجورج دبليو بوش وباراك أوباما. وكانت قدرة الحكومة الأمريكية للرد على هذه الكارثة ضعيفة، فهذا الفيروس لم يكن من صناعة ترامب، ولكن رد إدارته عليه كان غير متماسك وغير منظمة، وهو أمر متوقع منها. ننتقل وإياكم من صحيفة نيويوركر إلى واشنطن بوست التي نشرت تقريراً لمراسلها ستيف هاندريكس، قال فيه إن جهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد أصبح يقوم بالبحث عن أجهزات التنفس من أماكن سرية لمواجهة فيروس كورونا في عمق الكيان الصهيوني. وأشار التقرير إلى أن الموساد يخضع مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. المزيد في سياق المادة التالية. الموساد أصبحت له مهمة توفير الأجهزة الطبية بدلاً من القيام بعمليات التجسس التقليدية التي يقوم بها. واستندت الصحيفة في معلوماتها إلى مسؤولين حكوميين وتقارير صحفية إسرائيلية قالت إن الجهاز استطاع فعلاً توفير ملايين من الأقنعة والمسحات ومعدات الاختبارات الفيروسية بالإضافة إلى عدد قليل من أجهزة التنفس. وبينما أكد المسؤولون في الموساد لوسائل الإعلام أنه تم تأمين المعدات، إلا أن الجهاز رفض الكشف عن مصدرها، الأمر الذي أثار تكهنات حول حصول عملاء الموساد على المعدات من دول أخرى أو اشتروها من دول عربية لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية. ووصف أحد مسؤولي الموساد الذي رفض الكشف عن هويته السوق الدولية قائلا إنها أصبحت فوضوية، حيث تتدافع الحكومات من جميع أنحاء العالم للحصول على نفس القائمة القصيرة للسلع التي أصبحت فجأة الأكثر طلبة، بما في ذلك أجهزة التنفس وأجهزة N95 للتنفس بالإضافة لمعدات حماية أخرى. جاء أيضا في واشنطن بوست أن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني رفض التعليق على البرنامج، أي برنامج الموساد، رغم أن الحكومة أي الصهيونية هي التي أمرت بالعملية في منتصف آذار مارس. وعلق مسؤول بارز أن تركيز الحكومة على احتواء الأزمة دفع الموساد لاستغلالها والمساهمة بدور بارز في المشتريات، وذلك بسبب براعة الوكالة اللوجستية وليس بسبب عملاء الوكالة السريين. نهاية المقالات، وإلى هذا الخبر الذي اخترناه لكم وفيه المدخنون أكثر عرضة للخطر إذا ما أصيبوا بكورونا. استنشاق المواد الكيميائية الأساسية الموجودة في السجائر الإلكترونية يجعل المدخن أكثر عرضة للإصابة بالرئة وبإنفلونزا جيتي. كشفت دراسة حديثة أنه إذا كنت من مدخني السجائر العادية أو الإلكترونية فقد تزيد من المخاطر الصحية لديك في أثناء تفشي كوفيد-19. وقال المعهد الوطني لتعاطي المخدرات إن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالإضافة إلى المدخنين يمكن أن يواجهوا صعوبة أكبر إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد. وكتب الدكتور ألبير ريزو المدير الطبي لجمعية الرئة الأمريكية على موقع المنظمة إن التدخين الإلكتروني أو العادي يمكن أن يضعف قدرة الشخص على التعافي من فيروس كورونا المستجد. وقال زير ما نعرفه على وجه اليقين هو أن التدخين والسجائر الإلكترونية يسببان أضراراً للرئتين، مما يجعلها ضعيفة وهشة وعرضة للإصابات. الخبر الذي اطلعنا عليه نحن وإياكم بمثابة فرصة للإقلاع عن التدخين. الآن إلى كاريكاتيريو.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامج صدى الأقلام. دائما دمتم في رعاية الله.